وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا محمود الضبع الكاتب الصحفي. أستاذ محمود، بعد التحية، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دوما أن هذه الثورة أثبتت للعالم أن إرادته صلبة لا تلين. كيف استطاعت مصر إثبات ذلك بالخطوات العملية طوال السنوات الماضية وصولا للجمهورية الجديدة؟ مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينا الكرام، وكل سنة وكل المصريين صف واحد. ثورة 30 يونيو ثورة لترجمة طموح وأمال المصريين اللي تحقق على أرض الواقع بالفعل. ثورة يعني أرسلت للعالم كله رسالة أن هذا الشعب شعب صلب غير قابل للكسر، شعب قادر على تطويع كل الظروف وكل الأزمات لصالحه. ثورة استطاعت أن يعني تدير الدفة لصالح المصريين بعدما كانت أن سرطان الإخوان كاد أن يكتس في الجسد المصري. ثورة 30 يونيو خلال السنوات الماضية استطاعت أن تحقق طموح وأمال المصريين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد أو أول طموح للمصريين في ثورة 30 يونيو عندما اصطفوا خلفه، عندما أراد المصريين أن يقول كلمتهم في هذه الشخصية الإنسانية الاستثنائية التي كانت تحتاجها مصر وتحتاجها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. لأن احنا لو تذكرنا كل هذه الظروف ووجود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع أن يدير الدفة ويعدل المسار بالمصريين ووحدتهم خلفه، استطاع أن يحقق كل الملفات التي كان المصريين يريدون أن يطمحوا فيها من كل المشروعات التي تم تنفيذها خلال الثمان سنوات الماضية. يمكن إحنا الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع خلال الثمان سنوات تحتاج إلى مجلدات وتحتاج إلى يعني ملامح وملحمة كبيرة جدا، يعني محتاجة إلى الآلاف من الأوراق لكي ندونها في كل المجالات وفي كل القطاعات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واستثماريا. يمكن الواحد لما بيجي يفتكر كل المشروعات اللي تمت بتوه وسطيها، ما بين قناة السويس الجديدة، ما بين مشروع بنبان اللي يعتبر أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم، بتكلم على وصولنا ليه رقم واحد في أفريقيا في الاستزراع السمكي ببركة الغليون والفيروز وشرق التفريعة، بنتكلم على المشروعات لاستصلاح الأراضي ومشروع استصلاح المليون ونص فدان، بنتكلم عن الصعيد اللي 30 يونيو جعلته ثروة واكتشاف جديد من المقدرات بتاعته من المشروعات بتاعته. يمكن احنا شفنا في جولة الرئيس في الأشهر الماضية للصعيد، ورطنا صعيد ثاني، ورطنا صعيد يعني في استثمار، يعني في إنجازات، يعني في ثروات الدولة بدأت تبص عليها وبدأت تستثمرها. بدأنا نتكلم على كنوز الرخام اللي اتعمل في بني سويف، بنتكلم على الكباري والمحاور والطرق اللي الدولة استطاعت ان هي تصل بيها ما بين الظهير الصحراوي الشرقي والظهير الصحراوي الغربي، والشبكات الطرق اللي كانت ما بين المناطق الصناعية واتعملت ما بين المناطق الصناعية وما بين المواني لتسهيل التصدير. بنتكلم على المشاريع الكبرى اللي اتنفذت من الفيوم لأسوان في الصعيد، بنتكلم على تريليون جنيه اتصرفت خلال سبع سنوات في الصعيد لتحقيق التنمية، وما زال الطموح مفتوح وما زالت الأمال ليس لها أسقف وليس لها أي حدود. يمكن المصريين في ثورة 30 يونيو بيوجهوا كل التقدير وكل التحية لقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه وما يبذله والمجهود اللي بيتم على أرض الواقع، وشايفينه بعينهم بحقق في أملهم وطموحاتهم. وكانت منذ البداية ومنذ وضع ثقتهم فيه على قدر الثقة وقدر المسؤولية. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن هو رمز لهذه الثورة، أصبحت الإنجازات أحد الرموز اللي احنا بنفتخر بها. ثورة 30 يونيو ثورة يعني مضيئة في تاريخنا، تنضم لقائمة طويلة ومشرفة من الأحداث التاريخية اللي المصريين بيفخروا بها دايما أمام العالم وأمام الأجيال المقبلة. نعم، هي تلك الثورة الخالدة التي استعدت بها مصر هويتها الوطنية وصوب بها الشعب المصري العظيم المسار. شكرا لحضرتك السيد الأستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي، كنت معنا هاتفي.